الإطارات النقابية وبالخصوص التنسيق الخماسي للنقابات من داخل إقليم العرائش وكذلك على المستوى الوطني، لما أكدوا من تحمل للمسؤولية التاريخية الملقاة عليهم لخدمة القضية الوطنية والدفاع عن الشغيلة التعليمية، وكذلك الدعوة الوزارة الوصية للجلوس على طاولة الحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأن هذه التنسيقية يتزعمون أنها ليست إطارا شرعي بل هي الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، وتخوض معارك بطولية وتعطي دروسا في النضال واحترام الرأي واحترام النقابات. القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، التنسيقية الوطنية تحيي النضال فينا. كما نؤكد على وحدتنا فنحن لن نتفرق عن النقابات، فالنقابات تعد مكسبا تاريخيا للشغيلة بالمغرب، وكذلك اليوم تؤكد أنها بجانب الشغيلة التعليمية، ونحن نقول أننا وحدة، أننا كلنا جسد واحد. وبالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون، وبالوحدة والتضامن صامدون ضد هذه الحقرة الممارسة علينا. وكذلك نقول أن نضالاتنا هي نضالات مشروعة وإضرابنا مكفول دستوريا. نقول لهم من هذا المنبر أننا لسنا متغيبين عن العمل، بل نخوض إضرابا عاما عن العمل لنقول لا ثم لا للتعاقد. والإضراب حق مشروع، وأمزازي ماله مخلوع. كما نؤكد كما جاء على لسان السيد شفيق العبودي أن الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية. وفي الأخير أريد أن أؤكد تحية لهذه الإطارات النقابية التي تقول لا ثم لا لمخطط التعاقد الذي يمس أولا كرامة الأستاذ ويضرب مستقبل المدرسة العمومية والإجهاز عليها، وأخيرا أقول لكم أننا ضروري من تجسيد الأشكال النضالية التي دعت لها التنسيقية الوطنية، وكذلك استكمال برنامج النضالي للنقابات الخمس لهذا الأسبوع، وأرجو الصمود ثم الصمود بالوحدة والتضامن سنحقق مطالبنا المشروعة.